السلام عليكم. اضطرابات بجل مناطق النصف الشمالي للبلاد ومديرية الأرصاد تتوقع في نشرة خاصة تساقط أمطار قوية وأحيانا عاصفية إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد الأربعاء بالحسيمة تيماش في شاون دريوش ناظور وتطوان. المقاييس قد تتراوح بين 50 و 80 ملم، بينما قد تتراوح المقاييس بين 30 و 50 ملم ببركان تازا قرسيف صفرو إفران وجدة أنقاد توريرت تاونات وفاس، وذلك بين 6 من مساء اليوم والثالثة من صباح غدنا. تساقطات غزيرة مرتقبة أيضا إلى غاية الرابعة زولنا بالمناطق بين طنجة والمضيق بأزلال وابن ملال، وأخرى معتدلة تهم مناطق تيزنيت سيدي إفني قلمي وصويرة، وذلك إلى غاية الحادية عشر ليلنا. اضطرابات ستكون مصحوبة إجمالا بهبوب عواصف ريحية وتساقط برد، أمطار أحيانا قوية مرتقبة بعد الزوال إذن بغرب الواجهة المتوسطية وبالريف الغربي، كذلك بالشرق بمرتفعات الأطلس بسهولها الغربية ومحليا بالسواحل والسهولة الشمالية والوسطى والثروج بمرتفعات الأطلس فوق علو 2000 متر. سماء غائمة أحيانا مع تساقطات خفيفة ومتفرقة بالسفوح الجنوبية الشرقية وكذلك بالسواحل شمال طرفايا، وجو قليل السحب بالمناطق الأخرى. تساقطات أحيانا قوية وعاصفية مرتقبة خلال الليل بالواجهة المتوسطية وبشرق الريف، وأمطار متفرقة بالشرق كذلك بالأطلس بمناطقه المجاورة وبمناطق الوسط، ثم ثروج بقمم الأطلس المتوسطة. الطقس بارد نسبيا بالمرتفعات وبالهضاب العليا. غدا صباحا سيستمر تساقط أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشرق كذلك بالواجهة المتوسطية بمنطقة الريف السيس الغرب وبالأطلس المتوسط، والسماء غائمة بالسواحل الشمالية وكذلك الوسطى مع تساقط قطرة محلية، ثم ثلوج ضعيفة بقمم الأطلس المتوسط، الرياح تهب قوية على الشرق والحرارة منخفضة بالجبال وكذلك بالهضاب العليا. درجات الحرارة العليا سوف تعادل 9 درجات بمدينة إفرانة، 19 درجة بالرشيدية، 22 درجة بالعيون، ثم 24 درجة بالقويرة. أما المقاييس الدنيا فسوف تعادل 3 درجات بإفران، 8 بوجدة، كذلك بمليليا، ثم 16 درجة بالقويرة. سماء غائمة أحيانا يوم الخميس مع تساقطات ضعيفة بالأطلسين الكبير والصغير كذلك بالسواحل الوسطى وربما أيضا بالريف وبمنطقة الشرق، وسحب منخفضة وضباب محلي أثناء الليل والصباح بالسواحل الشمالية، ثم سماء قليل السحب بباقي الجهات. حرارة النهار في ارتفاع. سماء غائمة يوم الجمعة مع أمطار أو زخات محلية بمناطق الوسط كذلك بسوس وربما وبمرتفعات الأطلس وربما أيضا بالشرق وبشمال أقاليم الجنوب. نتعرف الآن على حركة البحر في بعض مناطق الواجهتين البحريتين. بحر هائج إلى قوي الهيجان غدا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز أيضا بالسواحل شمال مهدية وجنوب طرفايا، ثم بحر هائج بين مهدية وطرفايا. إليكم الآن مواقيت شروق وغروب الشمس ثم طلوع فول القمر بمدينة الدار البيضاء. مديرية الأرصاد تتوقع في نشرة الخاصة أيضا تساقط الثلوج اليوم وإلى غاية 6 من صباح غد الأربعاء بمرتفعات الحوز أظلال بن ملال بولمان شيشوة إفران وميدلت، وذلك فوق علو 2000 متر. التساقطات الثلجية ستؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة خاصة بالجبال والهضاب العليا. بهذا ننهي نشرة أحوال الطقس، دمتم في أمان الله.